بسم الله الرحمن الرحيم. المقاتل الصحراوي العربي عبد اللطيف تبين أنه من الأهمية بمكان استغلال المناسبات للتذكير. كنت أنا بعض المناسبات أذكر الشباب ببعض الحقائق التاريخية التي لها أهمية لا ينبغي تفويتها، ويجب التمعن فيها والاستنارة بها. الآن فضلت على اعتبار أن عيني ما يساعدوني في الكتابة قبالة أني أجرب هذه الخطوة في قراءة بعض الأمور اللي لها صلة بالقيم المعنوية وتثير بآثار حميدة الشباب والكتاب ليعلم. هناك تنبؤ قام به الشاعر الكبير حمادة ولد الدمي في غشت سنة 1972، وتكلم عن أن الحرب سوف تكون مع المغرب، وأن المغرب دولة ظالمة ما هي إلا 3 سنوات أو أقل حتى أعلن الحسن الثاني في غشت إعلانه الملعون المشهور في خطابه لشعبه: أخاطبكم اليوم ببذلة هذه، وبعد أشهر سوف أخاطبكم ببذلة أخرى. وهو ما فعل في أكتوبر سنة 1975 في شنه للحرب، ثم جاء بالمقولة الأخرى للمسيرة السوداء: إذا وجدتم الإصبات فقاسمهم الزاد، وكذا وكذا، وإذا وجدتم غيرهم فإن قواتنا المسلحة هنا. هذه المناسبة الملعونة لم أريد أن أتكلم في غشت القادم، ولكن فضلت أن أستغل المناسبة محمد يولد الدمين. يا هل الصحراء في اللي مظنون عنكم شرفة ما تسكوا، وعربوا زوايا في الفنون، وقريتوا محال تشكوا، لا ترضوا بملك في الكون، ولا زين عليكم تمتلكوا، ولا يملككم حق الله كون، من له الحمد والملك. فيكم من شجعان الضمان، الأبطال الكبرت في الغزيان، والموت الحمرة والدخان، ورعود الفرقيع ونيران، منه وذنين عدوكم يمصمكم، ياسر ما يوفى من فلان والفلان، الماين حكوا لخلط شور وقت وغضبان، يتبسم ما خسر ضحكوا، سلكوا واقف وعلى نيشان، مدفع صالح واقف سلكوا. هذه القصيدة أثارت ما أثارت من حماس، من قشعريرة ذاك الزمن اللي ذاك هو قبل الثورة بأشهر، ولكنه كان يحس أن هناك شيء ما يدبر في الكواليس، وأن البلاد حبلى بما ظهر في 10 ماي 1973، أي إعلان الثورة. اليوم وبعد إعلان الحسن الثاني عن ما أعلن الذي يشهد عليه التاريخ باللعن فيه، ها نحن بعد أن قرر أنه سوف يأتي على الحرب على الصحراء الغربية بحربه في جولة أسبوع. الآن نحن في 50 سنة، ما ذهب الحسن الثاني وذهبت جوقته التي أعانته في المعارضة، وسقط سقوطا ميكانيكيا فيما يعرف بالقانون، الشرعية القانونية، ثم في الحرب، ثم في الشرعية القانونية مرة أخرى. وضريك هو محاصر لا حول له ولا قوة، أوروبا تحاصر، أمريكا اللاتينية تحاصر، إفريقيا تحاصر، الجامعة العربية تحاصر، الدول الإسلامية تحاصر،
الدول الآسيوي تحاصره وهو في حال لا يحسد عليه. نحن نقول للشعب المغربي ينظر قليلا إلى المشرق إلى الشرق إلى جارته في الشرق، ما الفرق بين المغرب الذي يدعي القوة والعظمة والجزائر التي حافظت على حالها وعلى ثوابت أمتها وعلى سمعتها وعلى العلاقة الطيبة مع جيرانها، وإذا هي في عليين، أما المغرب فهو في الحضيض. ماذا ستنفعه إسرائيل وهي محاصرة إسرائيل في حد ذاتها؟ وبماذا تنفعه أوروبا وأوروبا تشتكي حالها منه لأنها لا تريد حربا في جنوب البحر الأبيض المتوسط؟ هذا والمناطق والدخول إلى إفريقيا للاستثمار خسارة على الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلس، ثم أن هناك شعوب عموم الشعوب مشمئزة من تجربة ما بعد الحرب العالمية الثانية في قراءة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والغرب للواقع الدولي والهيمنة والسيطرة والغش. هذه المناسبة اخترت نقول هذا نبت باغي النبه الجميع إلى أنه وما النصر إلا من عند الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا مناسبة عظيمة اخترت أني ساهم فهذه المساهمة للتنبيه الشباب وتنبيه الشعب المغربي، وعاد ذاك لأنوه بالحال الذي عليه الدولة الجزائرية، الثورة الجزائرية، الأمة الجزائرية، المجتمع المدني الجزائري، القوات المسلحة الجزائرية، الاقتصاد الجزائري، هذه الدولة العظيمة التي قرأت العالم منذ سنة 1974 وقررت أن تذهب بخطى ثابتة لا تتغير حتى وصلت إلى ما وصلت عليه. أيها الشعب المغربي انظر إلى حالكم، كيف أنتم؟ أين مآلكم؟ ماذا حصل؟ ماذا جنيتم؟ ماذا ربحتم؟ الفقر هذا مكان أنتم، الحال الذي أنتم فيه لا تحسدون عليه، وأنتم في الحضيض، وسيأتي يوم لنخاف عليكم من الاندثار. لا عليكم رحمة الله. والخطاب موجه عموما سواء للشباب الصحراوي المقاتلين الصحراوي والمقاتلات المناطق المحتلة، وحتى هم في مخيمات العزة والكرامة وفي جبهات القتال، وموجه أيضا لجميع عموم الصحراويين بما قدر ما هو موجه أيضا للشعب المغربي والطبقة السياسية المغربية، إن كانت هناك طبقة أو هناك من له كرامة أو شرف أو مهابة أو يغار على وطنه أو يخاف عليه. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله.